بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مس خديجة، مادة الدراسات الاجتماعية الصف الخامس الابتدائي. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الدرس في الوحدة الثالثة، وهو درس الرابع، وده اخر درس عندنا في المنهج ان شاء الله. الدرس الرابع بيتكلم على سيف الدين قطز ودولة المماليك. طبعا سيف الدين قطز كان مولود في بيت ملكي في بلاد الخوارزم شمال ايران، ولما دخلوا المغول بلاده قتلوا أسرته كلهم، واتباع هو كصبي لأنه كان سنه لسه صغير، اتباع صبي في تجارة الرقيق اللي هم العبيد، وسموه وأطلقوا عليه اسم قطز، وانتهى بيعه إلى عز الدين أيبك. يعني عز الدين أيبك هو اللي اشترى قطز. تمام، طيب احنا دلوقتي قلنا غزو المغول، مين هم المغول؟ المغول ده شعب بدائي جه من وسط آسيا في منطقة منغولية شمال الصين، اللي هي شمال الصين حاليا. اشتغلوا طبعا في الرعي والصيد وتربية الخيول، واشتهروا بالفروسية والرماية، واتصفوا بالقوة والخشونة. تمام، دول المغول. مين هم المغول؟ وقبائل من وسط آسيا في منطقة اسمها منطقة منغولية اللي هي شمال الصين حاليا، اشتغلوا بالرعي والصيد وتربية الحيوان. طيب لما دخلوا المغول بقى على شمال الإيران، ابتدى ان هم يقتلوا في الناس، وكان من الناس اللي اتقتلت الأسرة بتاعت سيف الدين قطز، وطبعا هو أسرة من المماليك، فاتقتلت الأسرة بتاعته كلها، واتباع في تجارة الرقيق، واشتراه عز الدين أيبك. عاش قطز طبعا في مصر، وابتدى ان هو يكبر ويتعلم، ولحد ما بقى قائد الجيش بتاع عز الدين أيبك، قائد الجيش لعز الدين أيبك. وطبعا ابتدى ان هو يحكم مصر مع شجرة عز الدين أيبك، ده كان بيحكم مصر مع شجرة الدر. وبعد مقتل أيبك صار وصيا سيف الدين قطز، بقى وصيا على منصور ابن عز الدين أيبك. منصور ده سنه صغير مش هيقدر يحكم البلاد، فمين اللي هيحكم مكانه؟ هو سيف الدين قطز. طبعا تعرضت البلاد تاني لخطر المغول، وابتدى ان هو يتعزل منصور، واصبح سيف الدين قطز سلطانا على مصر عشان يقدر يواجه خطر المغول. نخش في السلايد اللي بعد كده، بيقول لي مين هم المغول اللي انا لسه قايلاها حالا. هو شعب بدائي جاء من اوساط اسيا في منطقه منغوليه اللي هي شمال الصين حاليا، واشتغلوا بالرعي والصيد وتربيه الخيول. اشتهروا بايه؟ اشتهروا بالفروسيه والرمايه، واتصفوا بايه؟ بالقوه والشجاعه. مين القائد بتاع المغول؟ واحد اسمه جنكيز خان، ده كان قائد الجيش او قائد المجموعه او قائد القبيله بتاعت المغول. طب ايه العدوان المغول على العالم الاسلامي؟ بدا الغزو على العالم الاسلامي بالهجوم على الدول الخوارزميه، واحتلوا مدنها وقتل ناس كتير ودمروا واحرقوا المدن. تمكن واحد منهم اسمه هولاكو من الوصول الى قياده الجيش المغولي، واتجه نحو بغداد اللي هي عاصمة الخلافة العباسية، واستولى عليها، وقتل طبعا الخليفة العباسي المعتصم بالله، وقتل معظم السكان وأشعل النيران فيها. هندخل في السلايد اللي بعد كده، ايه موقف المغول من قطز؟ زحف هولاكو الى بلاد الشام، واستولى على مدن حلب ودمشق، وارسل للسلطان قطز رسالة تحمل اليه بالتهديد، وبيطلب منه الطاعة. طبعا قطز هيستجيب؟ لا طبعا مش هيستجيب، لان قطز بيتصف بالقوة والشجاعة. فراح قال طب انت بتهددني، طب هقتلك. وفعلا امر قطز بان هو يقتل هولاكو، واعلن الحرب على المغول. طيب قطز استعد ازاي لقتل المغول؟ ان هو ابتدى يكون جيش قوي، واتفق مع بعض امراء المماليك ان هم يدخلوا معاه الحرب. طبعا المماليك قالوا لا احنا هنخاف، احنا مش قد المغول، مش هنقدر عليهم. فابتدى يستسلم شويه، بعد شويه من الامراء دول يستسلموا، ما يدخلوش الحرب مع قطز، لحد ما حصلت معركه اسمها معركه عين جالوت. طبعا المعركه دي حصلت ازاي؟ ان هو خرج قطز عام 1260 على راس الجيش الكبير اللي هو مكونه الى فلسطين. تمام، وابتدى ان هو
يدخل مع العدوان المغولي إلى غزة، وتقدم قطز إلى عين جالوت، ودارت المعركة الفاصلة بين المصريين والمغول بقيادة واحد اسمه كتبغة. يبقى المصريين بقيادة سيف الدين قطز، والمغول بقيادة كتبغة اللي تولى قيادة المغول أثناء معركة عين جالوت. طبعا حصل اضطرابات كتير جدا، وابتدى ان المماليك او الجيش المماليك بتاع قطز ييأس او يضعف. فقطز ازاي عايز يحمسهم او ان هو يشجعهم ان احنا لازم نصمد قدام المغول، فابتدى ينادي وإسلاماه وإسلاماه. لما ابتدى ينادي وإسلاماه، الجملة اللي هو مشهور بيها، ابتدى فعلا يرفع الروح المعنوية لدى الجيش بتاعه ولدى حكام المماليك اللي هو كانوا واقفين معاه، واندفعوا تاني نحو جيش المغول، وابتدوا ان هم يسيطروا عليهم، وقتل عدد كبير منهم لحد ما المغول فعلا ضعفوا وقلوا وخافوا من قوة وشجاعة سيف الدين قطز، وفعلا طردهم خارج البلاد وخارج بلاد الشام. طيب بعد كده المفروض ان هو السلايد اللي بعديها هيقول لي ما النتائج المترتبة على معركة عين جالوت. ما ايه اللي حصل بقى بعد ما انتصر سيف الدين قطز على المغول؟ حمت مصر بلاد الاسلام من اخطار المغول، طبعا انتهى حاجة اسمها خطر المغول، توحيد مصر وبلاد الشام تحت زعامة دولة المماليك، القضاء على اسطورة الجيش المغولي الذي لا يقهر، كان كل الناس بتخاف منه، وجه سيف الدين قطز خلاص انتهى وقضى عليه، أصبحت مصر زعيمة العالم الإسلامي. والنقطة دي لازم نبقى واخدين بالنا منها قوي، إن السؤال ده مهم. ما النتائج المترتبة على معركة عين جالوت؟ حمت مصر بلاد الإسلام من خطر المغولي، وتوحيد مصر وبلاد الشام تحت زعامة دولة المماليك، والقضاء على الجيش المغولي، وأصبحت مصر زعيمة العالم الإسلامي. وبكده هنكون انتهينا من الدرس الرابع في الوحدة الثالثة، وانتهينا من الترم بتاعنا، وإن شاء الله نتقابل في دروس أخرى. وشكرا.